دابا انت بغيتي تفرض عليه بانه اللعاب اللي اداهم كاملين خصو يلعبهم، والا غادي يدي معاه فقط 11 لعاب اللي غادي يلعب، وثلاثه الا كان غيدخل شي احتياطي يدي معاه ثلاثه صافي. هادشي اللي بغيتي توصل ليه السي بورزوق. السلام عليكم، اليوم غادي نهضروا على حمزه بورزوق، لاعب نادي الرجاء الرياضي سابقا، وقبل ذلك لعب في المغرب الفاسي، وايضا لعب للمنتخب الوطني المغربي. ومن رجال فضيحة المنتخب المغربي في الهزيمة المذلة ضد منتخب تنزانيا مع المدرب رشيد الطوسي، كنا قد خسرنا ب3 أهداف مقابل لا شيء أمام منتخب تنزانيا. وفي ديك الوقت كان وليد الركراكي مساعد ديال رشيد الطوسي، كل شيء عارف ديك الخرجة ديال السيد حمزة بورزوق، خرجة غير محسوبة ضد مدرب المنتخب الوطني المغربي، اتهموه اتهام خطير. رغم أن السي حمزة بورزوق سبق له أنه لعب الكرة وفاهم شوية في الكرة، إلا أنه ما فهمتش تحمس بزاف، تحمس اكثر من اللازم، لانه ديك هضره ديال الناس كيقولوها في القهوه مع شي صاحبك كتقشب معاه، هادشي اللي كاين. اما انك كتقولها لواحد الاذاعه، يعني في راديو، واحد الراديو اللي عنده واحد الباع، وانت كتقول بانه المدرب تواطأ مع نادي الوداد، وكتهمه بانه دارها بالعاني ودات 3 لعابة ديال الوداد باش الوداد ترتاح، راه ماشي لوجيك هذا. قال لك علاش داهم وما لعبهمش، يعني دابا انت بغيتي تفرض عليه بانه اللعابه اللي داهم كاملين خصو يلعبهم، والا غادي يدي معاه فقط 11 لاعب اللي غادي يلعب، وثلاثة الا كان غيدخل شي احتياطي يدي معاه ثلاثة صافي. هادشي اللي بغيتي توصل ليه السي بورزوق، يعني المدرب اوبليجي عليه يدي غير اللعابة اللي غادي يلعب صافي. حنا لا كنا لاعبين في الاقصائية ديال كأس العالم، ماشي ماتش ودي، الاقصائية ديال كأس العالم عمي بورزوق. يعني المدرب خصو يدي معاه اللعابه، يعني يدي معاه الترسانه اللي كيحتاج هو، راه ماشي انت اللي غتوريه شنو يدي وشنو ما يديش. رغم انه هذا السيد هذا يعني لاعب سابق، يعني فاهم شويه في الدومين، ماشي شي واحد اللي جاهل الدومين وما عارف والو وقال ديك الهضره، لا هذا راه فاهم، ولكن داك الحماس يحسب له راسو راه ولا صافي صحفي وعنده واحد الحريه، راه اي حاجه عندها حدود، راه الا اتهمتي شي واحد خصو يكون عندك واحد الدليل، ماشي غير اجي واتهم. شكون كتهم؟ كتهم المدرب الوطني. خدا واحد الحماس كبير، يعني فهمتش فاش كان كيفكر ديك الساعة، يعني ديك الانتماء ديالو، مهما كان الانتماء ديالك ولكن راه خصك تحترم القرارات ديال الناخب الوطني. الناخب الوطني كيدي مع اللاعبين اللي غادي يحتاج، مثلا دا معاه من الوداد، دا معاه العملود وجبران وعطية الله، ولكن في الملعب لاعب كاين حكيمي مزراوي كان مرابط، يعني في حالة لا قدر الله تصاب شي واحد فهاد راه هما البديل، كاين البديل، لعابة لعبوا كملوا الماتشات ديالهم صافي. شنو بغيتي؟ لا قال لك ما لعبهمش، كل لعبهم واخا هو ما لعبهمش غير داهم باش يوقف البطولة. نورمالمون البطولة كتوقف كيكون لاعب المنتخب الوطني، كتوقف البطولة من زمان واخا ما كيديش بزاف د اللعابة.
راه كانت الوداد اللعابه ديالها كيمشيو يلعبوا في المنتخبات ديالهم. الشيخ كومارا، مؤيد اللافي، كانوا كيمشيو يلعبوا في الفرق ديالهم. كتوقف البطوله، علاش بان ليك دابا حيت دا مدرب ديال المنتخب دا لاعبين ديال الوداد؟ راه ما خصوش يغلب عليك الانتماء ديالك، مهما كان الانتماء ديالك رجاوي ودادي، يعني ما خصكش تبين راك خدام في واحد المحطه اذاعيه، يعني خصك تكون محايد. اما باش بدات تطلق شي اتهامات باطله على الناس، الهضره ديال القهوه وما كتقالش في القهوه، ما كتقالش، كتقولها في القهوه كيبقاو يضحكوا عليك، عاد كتقولها انت في الراديو. ولكن العيب ماشي فيك، العيب في الراديو اللي مخدمك، يعني ما شافوا السي في ديالك، ما عرفوا المستوى ديالك الدراسي، المستوى يعني العقلية ديالك كيفاش دايرة، ما فهمتش انا كيفاش خدموك. طبعا انك يعني كنت لاعب سابق، هادشي باش هما قالوا لاعب سابق، لعب في المغرب الفاسي، لعب في الرجاء، لعب في المنتخب، يعني غيكون خاطر، عنده عقلية خاطرة وكيعرف يهدر وعنده لوجيك، عنده بزاف الحوايج. ولكن اخي صافي، يعني ماشي هادي الخرجة الاولى. ديجا سمعت لك المرة قلتي بانه الجمهور ديال تونس هو اللي علم المغاربة التشجيع، المغاربة ما كيعرفوه، ما كانوش كيعرفوا يشجعوا، تعلمونا التوانسة. يعني كيدير شي خرجات لا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا شي ناس يعني كي صافي كيدير واحد الطبلة وليزار، كي صافي كيحس براسو بأنه صافي راه ملك العالم وعنده واحد الحرية يقول اللي يبغى، وهي تقول لك شي هضرة إلا قلتيها لصحابك في القهوة يبقاو يضحكوا عليك، وانت قايلها في الراديو.